ايوه ده بالظبط قصة اصحاب السبت اللي بتحصل في حياتنا اليومية. يعني ايه؟ يعني تعالى كده نتكلم كلام عام شوية. هل المعاصي في هذه الايام سهلة وميسرة ولا صعبة؟ سهلة جدا. سهلة سهلة سهلة، صحيح. يعني احنا وانا انا وانا في شبابي كان المجتمع منغلق منغلق، إلى حد ما مفيش بقى سوشيال ميديا ومفيش فضائيات لا حصر لها ومفيش معرفش ايه، والتنقل من بلد لبلد شديد الصعوبة. دلوقتي في عربيات وفي وسائل انتقال من مكان لمكان وفي نت وفي سوشيال ميديا وفي معرفش ايه انستجرام وفي واتس، وفي بقت الرسالة بتتبعت. كنا زمان عشان نبعت فاكس مشكلة من المشاكل ونقعد نتفرج عليها عجوبة من أعجيب الزمن. لما كنا نعمل مكالمة تليفون لحد من أهالينا في المحافظة من المحافظات، بننزل في حاجة اسمها الكابينة بتاعت هيئة التليفونات، وتلاقي الناس واقفة في الكابينة عمالين يصرخوا لبعض، أيوة يا فلان وفلان اتطلقت وفلان نجح والعمدة رجع والناس تصرخ وتزعق، ويدخل عليك بتاع التليفون ويقول لك عاوز مدة كمان. دلوقتي الموضوع الدنيا بقت زي العالم، بقى زي علبة الكبريت منفتح اكتر برضو، مش كده؟ صحيح. ده له ثمنه. طبعا. ولا ايه رايك؟ لا ليه ثمنه؟ يعني ثمنه في الاختبارات. صحيح. يعني هل تعتقد النهارده ان في حد مش قادر يوصل لاي ذنب او اي معصيه؟ لا طبعا. صحيح. ده بسهوله جدا. ولا ايه رايك؟ يوصل بسهوله. صحيح. صح. لدرجه ان انا بقول للناس انا مش عارف لما المسيح الدجال هيظهر هيعمل ايه. كل حاجه حصلت. ده مش هيلقى شغل. ده بتهيألي ولا ايه؟ هيتعلم من بعض الناس بجد. يعني مش هيلقى شغل. ده الناس ابتكرت في شهر رمضان انواع معاصي. الشياطين بقى ايه؟ محبوسه خلاص، تسلسل فيه الشياطين. الناس عملوا معاصي في رمضان الشيطان نفسه ما فكرش فيها. ولذلك انا عاوز اقول ايه؟ قمه الامتحان اللي هو الثبات على الايمان مع انتشار الفتن. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام بيقول سياتي على امتي زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمره من النار. مساله صعبه فعلا. فانا يا عزيزي عاوز اقول لك كلنا اصحاب السبت، يعني كلنا في امتحان اللي تعرض ليه اصحاب السبت. هم سقطوا فيه، بس في ناس في قريه اصحاب السبت نجحوا في الامتحان. نجحوا فيه. بس يا شيخنا ان الله يمهل ولا يهمل، فالناس طبعا فيعني في وقت هيجي وقت يعني، وبرضه ربنا هيحاسبهم برضه. هيحاسب مين؟ ما كل الحساب كل عباد محاسبين. بالظبط. انما عاوز اقول ان هو الحكايه كلها ايه؟ انهي افضل العابد في الزمن الاول ولا العابد في زماننا؟ في الزمن ده طبعا. الصعوبات اللي بيواجهها اكتر. الصعوبات اللي بيواجهها اكتر طبعا. مش كده ولا ايه؟ طبعا. صح. الصعوبات اللي بتقابلك هنا في المعاصي في الزمن ده شديدة لدرجة ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول شوقا الى احبابي قالوا اولسنا باحبابك رسول الله؟ قال انتم اصحابي، احبابي الذين ياتون من بعدي يؤمنون بي وبالكتاب ولم يروني. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول سياتي على امتي اقوام العامل فيه باجر 50 منكم. 50 منكم؟ فواحد من الصحابة بيقول له منهم ام منا؟ قال بل منكم، يعني اجر 50 صحابي. فبيقولوا له لما يا رسول الله؟ قال لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. يعني حتة انك انت النهاردة تلقى شاب وملتزم زي حضراتكم كده ربنا يبارك فيكم وفي اللي رباكم، فتلقى الالتزام وتلقى حالة من حالات مقاومة للفتن اللي عاملة زي الليل موج الليل، فالحقيقة ده انجاز رهيب. انتوا بتعملوا حاجة عظيمة جدا. فانك تثبت، عشان كده ربنا قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.